السلام عليكم، أنا فهد هشام الشراوي، أنا من الإمارات. عمري 14 سنوات. أنا أدرس في أكاديمية رفوز الدولية في دبي. اليوم أصدقائي سوف أقارن بين دولة الإمارات والعربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من حيث الموقع، الحاكم، العاصمة، أكبر مدينة، اللغة الرسمية، الدين الرسمي، شعر الدولة، ألوان العلم، طقس الصيف، طقس الشتاء. الإمارات العربية المتحدة تقع في قارة آسيا، بينما الولايات المتحدة الأمريكية في قارة أمريكا الشمالية. حاكم دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، بينما حاكم الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن. عاصمة دولة الإمارات أبوظبي، بينما عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن دي سي. أكبر مدينة في الإمارات هي أبوظبي، بينما أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك. اللغة الرسمية في دولة الإمارات هي اللغة العربية، بينما اللغة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية هي اللغة الإنجليزية. الدين الرسمي في دولة الإمارات هو الإسلام، بينما الدين الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية هو دين المسيحي. ألوان علم دولة الإمارات أحمر، أخضر، أبيض، أسود، بينما ألوان علم الولايات المتحدة الأمريكية أحمر، أبيض، أزرق. شعار دولة الإمارات هو صقر في وسطه علم الإمارات، بينما شعار الولايات المتحدة الأمريكية هو النسر. طقس دولة الإمارات في الصيف حار جدا، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية حار. طقس دولة الإمارات في الشتاء معتدل، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية بارد جدا. عملة دولة الإمارات هي الدرهم، بينما عملة الولايات المتحدة الأمريكية دولار. شكرا لكم على الاستماع، مع السلامة.